السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في واحد صاحبي بعت لي سؤال بيقول إن هو شغال في محل أجهزة كهربية مع جماعة نصارى. أيوه. هو اتفق معاهم على الشغل وقال له إن أول ما الصلاة تقيم يعني هيروح يصلوا في المسجد. ها؟ ها؟ شغال. أول ما الصلاة تقيم هيروح يصلي في المسجد يعني. يعني اتفق المسلم مع النصراني صاحب العمل على أن الصلاة إذا نودي إليها سيذهب يصلي. أيوه. وبعد غدر؟ لا توافق تمام، بعدين قال بعد أسبوع رجع في كلامه وقال عايز يصلي صلي في المحل. أيوه. عشان بتضوي في المسجد. فهو وقال إن هو شغال الشغل ده للضرورة. عايز يعرف يعني هل عادي يصلي فرد في المحل ولا يصر إن هو لازم يصلي في المسجد؟ والله إن وجد عملا آخر انتقل. بارك الله فيك.